كل ما الإعلام هيهتم بالألعاب الفردية عامة هتلاقي إن هي بدأت تنتشر. يعني إحنا عندنا الخماسي برضو شوية كمان زيادة عن الإعلام إن اللعبة تكون بتحقق نتائج. وإحنا الحمد لله عشان الخماسي برضو الفترة اللي فاتت اللي هي في آخر بالذات في آخر 4 سنين دي حققنا الحمد لله في بطولات عالم وحققنا في أولمبياد الشباب أنا وسلمى أيمن ذهبيتين يعني. لعبة الخماسي بدأت تنتشر شوية يعني هتلاقي اللعبة نفسها أصلا نسبة المشاركين في بطولات الجمهورية بتزيد بشكل كبير جدا يعني. الأطفال الصغيرة برضو هي لعبة بصراحة ممتعة يعني هي لعبة ممتعة يعني أنا لعبت فترة سباحة بس لعبت فترة يعني أنا بدأت خماسي بس لعبت فترة سباحة بس الموضوع كان بالنسبة لي كان ممل جدا يعني لعبة واحدة وأريح شوية بس ممل جدا بصراحة بس فهي لعبة الخماسي بصراحة ممتعة شوية فزي ما قلت لك يعني كل ما اللعبه تكون بتحقق نتائج والاعلام بيهتم برضو باللعبه اللعبه هتنتشر ده طبعا احنا بنشارك في المعسكرات مثلا بتاعت منتخب السلاح لما بيبقى مثلا معسكر في المركز الاولمبي بنروح نعسكر معاه نتمرن معاه يعني الجري والسباحه بيبقى الموضوع مش ما بنعرفش ندخل معاهم شويه لان احنا يعني المنهج بتاعنا مختلف شويه يعني عن او البروجرام بتاعنا مختلف يعني شويه عنهم ان مش نفس القوه ولا نفس الشده وكذلك برضو منتخب السلاح يعني احنا مثلا ممكن هتلاقينا في تمرين السلاح نفسها ممكن يبقى هم عندهم تمرينه احنا هنتمرن معاهم وكل حاجه بس مش كل حاجه هم بيعملوها احنا هنعملها يعني طبعا انت محتاج توزع الاحمال بتاعتك وتوزع المجهود بتاعك على الخمسه هم بيلعبوا لعبه واحده طبعا مجهودهم كلهم بيتجه للعبه دي لكن انت بتبقى بتجمع بين 5 بتطلع عالم ناشئين 2019 وبتطلع عالم الكبار اللي هنا يعني بص هقول لك على حاجه يعني بتطلع عالم 2019 الناشئين كانت مختلفه شويه لان هو مع الناشئين ففي فرصه ان انا اعوض يعني انا كنت بعد السلاح ال 24 وبعد كده لميت شويه بقيت قبل الليزر رن بقيت الثامن وبعد كده دخلت ثاني عندك مثلا البطوله دي بقى كانت مختلفه شويه بتطلع عالم الكبار اللي هي اللي انا خدت فيها ثالث انا كنت ال 15 قبل الليزر رن دخلت ثالث فهي بتبقى ليها حسابات برده مختلفه شويه واحنا كنا بصراحه متوقعين ان احنا الليزر رن البطوله دي كان هيبقى الحمد لله قوي يعني ف الجاب ما بيني وما بين الثالث ما كان اللي هو الفرق اللي احنا حاسبينه اللي هو ممكن فعلا يتجاب لكن الفرق ما بيني وما بين الاول والتاني كان صعب شويه انا دخلت بعدهم ب7 ثواني مش فرق كبير قوي يعني بس برضه يعني هم كانوا طالعين انا لميت عليهم كتير بس هم كانوا طالعين بفرق كبير جدا يعني هو اللي هو المجري والروسي كانوا لعبوا سلاح عالي جدا يعني اللي هو فوق النورمال يعني فطبعا كانوا فارقين عن البطوله كلها هي الفكره كلها في ان احنا مثلا السلاح برضه بيبقى محتاج احتكاك كبير جدا فاللي هو انت بتلاعب ناس مختلفه طبعا الموضوع مثلا زي الجري بتتمرن او عامه يعني بيبقى المود احسن بره شويه لان دايما المعسكرات بتتعمل في اماكن هاديه فانت مفيش دوشه مفيش زحمه مفيش وكمان التمارين كلها بتبقى حواليك يعني انت ما بتقعدش تتنقل بقى بالعربيه تروح وتيجي وبتعمل فانت الاماكن كلها انت حواليك يعني اللي هو تنزل من الاوضه دقيقتين تبقى في السباحه دقيقتين تبقى في الفروسيه كده يعني طبعا بيبقى ساعتها الموضوع اريح بكتير جدا اريح ذهنيا كمان وبدنيا برضه يعني بس فهي دي الفكره كلها في ان انت بتبقى بتشم هواء انقى شويه بص طبعا التوفيق ما بين الرياضه والدراسه عامه برضو شيء صعب شويه وما بين الرياضه وهندسه برضو اصعب شويتين في ناس على فكره برضو بتبقى في طب وبتعرف توفى يعني احنا عندنا كان عمرو الجزيري ما شاء الله كان طب وكان بطل عالم برضو في نفس الوقت فيعني في ناس بتعرف توفى في ناس بتبقى يعني ان هي موفقه في الـ في الـ في, الـ في الاثنين احنا انا بصراحه انا دخلت اكاديميه البحريه عشان اقدر اوفق ما بين الرياضه والدراسه وهي بصراحه الجامعه بتساعد بشكل كبير جدا بتقدر توفر لي مواعيد تانية لو انا في الامتحانات مش موجود مسافر عندي تمارين نسبه الغياب برضو بتزيد عندي فالقصص دي كلها يعني الجامعه بتدخل فيها بشكل كبير جدا يعني انها بتدعمنا بصراحه طبعا بحب اشكر نادي الشمس اللي انا بلعب له حاليا وطبعا دكتور اسامه ابو زيد
خلال برضو دعمه يعني ليا الدائم والسبورت يعني اللي هو بيقدمه على طول خلال البطولات والمشاركات الدولية اللي انا بشاركها.